بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده جايبين لكم مفاجأة، ومفاجأة كبيرة جدا للي عندهم معالج سان بلس، اللي عندهم ريسيفر شاريينه يفتح القنوات المشفرة فينيس بورت والقنوات بتاعة الأفلام وكله، بس تقيل معاه، اللي هو شرينج واي تي بي واي تي اي بي تي في، اللي هو هيبقى تقيل معاهم. هو تملي بيبقى تقيل والقنوات ما بتشتغلش، او الريسيفر بيفصل وانت شغال. فاحنا جايبين لك كودي النهارده مفاجاه، وهتبقى جميله جدا، وهشغل معاك القنوات وهتتفرج على بطوله افريقيا براحتك. اول حاجه هندوس منيو، وبعدين هندخل عند كلمه ضبط هندوس اوكي، هننزل عند كلمه اعدادات الانترنت هندوس اوكي، بعد كده ايه نوع الواي فاي، طبعا تكون موصل الواي فاي بتاعك وتكون مظبط الشبكه بتاعتك. هننزل عند كلمة إعدادات هندوس أوكي، الرجاء الانتظار، هيفتح لك الشبكات اللي عندك. هتدوس على الشبكة بتاعتك، طبعا شبكتك المفتوحة دي هتدوس عليها، هتدوس كلمة أوكي، وبعدين هنا هتنزل بالزرار اللي هو بينقل القنوات لتحت. هننزل تحت، هننزل ننزل عند كلمة أكثر. أكثر بننزل عندها إزاي؟ إعزلنا بنرجع قناة لورا كده بالزرار اللي بيرجع القنوات ورا، هتدوس عليها وبعدين تدوس إيه؟ أوكي. دوست أوكي، هتدخل عند نمط الاعداد، هتنزل عند كلمه انت بتدوس عليها اوكي، بيجيب لك اي حاجه تانية، لا انت هتجيب اللي هي ايه اي بي دي، وتقوم دايس عليها اوكي. وبعدين تنزل تحت عند ايه، عند التانية التمانيات، دولت ما بيبقوش تلات تمانيات، بيبقى رقم مختلف خالص، اللي هو 192 اللي هو فوق ده، هو 192 على 168. انت هتدوس اوكي هنا على الرقم ده، وبعدين هتكتب ايه 008 008 وبعدين 008 وبعدين 008 وبعدين هتدوس اوكي. بعد ما دوست اوكي هيدوس تلاقي عندك بقى ثلاث ايه اربع تمانيات. بعد الاربع تمانيات دي هتنزل عند كلمه رابط وتقوم دايس عليها اوكي. اوكي بيقول لك برجاء الانتظار، بيقفل لك الشبكه بتاعتك، وبعدين بيرجع ايه يفتحها لك تاني. رجع فتحها لك تاني. من الاحسن او من المستحسن ان انت تفصل الريسيفر بعد كده، تخرج خالص وتفصل الريسيفر وبعدين تفتحه تاني. لما تفتحه تاني هندخل مع بعضين نشوف القنوات بتاعتنا عامله ايه، شغاله وسرعتها ازاي. هو بص جاب لك جميع القنوات، بوكس وغير وانفينكس وهتلاقي عندك قنوات جميله جدا وبتفتح بسهوله جدا. هنجرب معانا بعضينا قناه، بس هنقفل بسرعه عشان ايه حقوق البث وما يبقاش فيه مشكله. اهو هنخش هنا وندوس اوكي، ما تنسناش في اللايك والشير، وباذن الله خير. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عشان حقوق البث.